الله وبركاته آه اليوم ان شاء الله آه نحضر معكم عجينه الصابلي اللي شحال من بنت كتصدقش معاها كتجي يا اما آه كتجمع ليا الصابلي يا اما اليوم نعطيكم اسرار ديال نجاح الصابلي ونا نبداو ان شاء الله بالمكونات عندي ربع تاع الزبده و كيسان زيت و ديال السنيده اللي طحنته بحال الاصل ديال السكار كلاصي جوج بيضات عندي الفاني وعندي النسمه ديال الليمون وعندي رشه ملح صافي دابا غادي ندمج السكار كيف ما قلت لكم والسر ديال النجاح ديال السكار انه كيكون الا درتي السكر كلاصي كيجيك صابلي رطب اما الى درتي السنيده كتجيك كي كيجيك ما بين قرمشه ورطوبه كيجي زوين لهذا كنطحنوا السنيده ال... على واخا كنطحنوا راه ما بحال السكر كلاصي صافي ندمج السكر ديالي مع الزبده وكنضيف عليهم الزيت وكان نخلطهم مزيان الزبده تكون بحراره الغرفه دابا غدا نجيب الطراب وغدا نحاول ندمج هذيك الزبده مع مع السكر مع الزيت مزيان حتى كتولي عندي كريمه وهذا حتى هو سر من الاسرار حقاش قد ما كانت الزبده في هذوك الكتل قد ما الصراب اللي كيجينا ماشي ناجح كيف ما كتشوفوا كتولي عندي بحال كريمة خاليه من الكتل ديال الزبده صافي كنستمر هكايا في دمج العناصر كاملين ضفت جوج بيضات ضفت الفاني كيف كيبقى اختياري غندير رشه ملح وغادي نضيف نكهة تاع الليمون كيف ما كتشوفوا كيعطينا المذاق وكيعطينا حتى اللون الصابلي تيجي رائع صافي غادا نخلط المكونات مزيان حتى كتندمج كيف ما كتشوفوا كيعطيني داك المنسم تاع الليمون هذا اللون هذا كيف ما كيبان العجينه كريميه بهذه الطريقه خاليه من الكتل تاع الزبده وهذا هو السر في النجاح تاع الصابلي قد ما كانوا فيها الكتل قد ما كتجينا ل... كتجمع لنا العجين صافي نستمر هكا غادي نضيف دابا الطحين الطحين كيبقى على حسب الخليط كيف ما كتشوفوا غادي تكون عندي عجينه اللي هي رطبه آه, عندي العجين ديالي منساجم غادي ياخذ ليا الكميه ديال الطحين كيلو ديال الطحين قل شي شويه على حسب على حسب الطحين كيف ما كتشوفوا العجينه كيف ما كيبان لكم رائعه رطبه خاليه من هذاك الكوتيل تاع الزبده اللي كتبقى لينا صافي غدا نجمع دابا العجين ديالي وغادي نغلفه بواحد بلاستيك غذائي وغادي نخليها واحد الليله كامله عاد ان شاء الله ندوز نخدم الصابلي باش ينجح معايا كيف ما بان ليكم صافي غنوضعها في الثلاجه دابا من بعد العجين ديالي ما جبدتها من الثلاجه كيف ما كتشوفوا ولات عندي عجينه متماسكه الزبده ملي كتدخل الثلاجه كتبرد راه كتجمع واللي هي كتسهل علينا الخدمه ديال هاد العجين هذه ديال الصابي حتى دي بالنسبه للبنات المبتدئات راه تجي مساهله غنقسم العجين ديال الاربعه الاجزاء كما كتشوفوا وغادا نحتفظ بثلاثه في بلاستيك غذائي وغادا نبدا نخدم في وحده واخا كتبان لكم كتفرتت حقاش باقا بارده دابا غادا نبدا نخدم فيه وغادا ترطب وغادي تساعدني حتى في الخدمه كيف ما كنقولوا ما غتعصبنيش كتجي ساهله في الخدمه صافي دابا كنجيب ورق الزبده كنفرشوا العجين وكنجيب واحد البلاستيكه العمليه مهمه ديال البلاستيكه من الفوق كتخلي لنا الوجه ديال الصابلي ملس ما كيجيناش فيه ديك التشققات كيجينا متوحد في الشكل ديالو كما كتشوفوا الورق الزبده ما كي كيساعدكش في الخدمه من الفوق كيجي كي بحالنا لا ماشي بحال البلاستيك بعد <applause> ما سرحتها كان سرحتها كندير هاد نجيب هاد القطعه هذه والقطعه تا هما كيبقاو اختياريين دابا كنستمر هكا كيف ما يباليكم لكم ساهله في الخدمه ديالها حتى بالنسبه للقطعه كتقطع بالزربه وما كتجمعش لينا العجين كيف ما كيبان لكم حتى ملي غادي نبدا نهزها غتهز معايا بواحد السهوله ما غتمحنيش كيف ما بان لكم وكتهز مقاده كيف ما تشوفوا حتى من الفوق ديالها كيجي ملس كيجي موحد صافي دابا غادي نستمر دابا من بعد ما صايبت اللاطه ديالي غندخل الفران على عافيه مهيله 150 درجه البنات وبالنسبة اللي عندهم الفران ديال انهم يديروه على عافيه مهيله باش الصابلي ديالنا يطيب وما يتحرقش ويجينا مقرمش وفي نفس الوقت رطب كيف ما كيبان لكم غنجمع العجين بهذا الشكل هذا وغادي نعاود نخدمه العمليه سهله وما فيهاش شي تعاب كيف ما كتشوفوا غنجمعها بهذا الشكل هذا ماشي نعجنها صافي غادا نجيب قطعه اخرى هاد العجينه البنات غادا ندير منها واحد ربعه دي الاشكال ديال الصابلي اشكال مختلفه وغادا نزوقهم بالشوكولا الشوكولا البنات غندير آه ليه فيديو اخر من بعد هذا ان شاء الله غادي نلوحو لكم آه باش ما يجيكمش الفيديو طويل غندير لكم آه التشكيل ديال التزيين آه ديال الصابلي كيف ما كيبان لكم بالشوكولا وبحتى التعليكه باش كن آه باش غادي نلصقوه هي تعليكه اللي هي رائعه وسهله وفي نفس الوقت كتجي لذيذه كيفما كيبان لكم الكورني حتى هو يا بعد تاع الكورني صافي غادي نستمر هكا حتى نكمل الحبات اللي باغه ديال هذه هد القطعه هذه وغادي ندير قطعه اخرى كيف ما كتشوفوا طابت لي لاطا كيف كيبان لكم طايب وفي نفس الوقت اللون ديالو ما كيكونش محمر بزاف كيفما كيبان لكم ديالو راه كيجي كي رائع الا نقصتوا عليه البوطه اولا نقصتوا عليه الغاز كنجيب هاد القطاعه هذه كيف ما قلت لكم غندير منه اربعه الاشكال حتى هي وكانت هذه هي النتيجه ديال الصابلي كيف ما كيبان لكم كيجي كي مقعد على فورمه وحده وكيجي اللون ديالو متوحد ونتمنى يا ربي يعجبكم وتجربوه وتستافدوا منه وتبارطاجي وتدعموني بلايك والسلام عليكم ورحمه الله <applause> هذا هو الصابلي من بعد ما زيناه كيجينا بهذا الشكل هذا بريستيج رائع ومنظر ومذاق وشكل صراحه نتمنى ربي يعجبكم ونلتقاو في الفيديو القادم ديال تزيين الصابلي بالتعليكه وبالتشكيلات ديال الشوكولا ونطلقوا في ملتقى جديد ان شاء الله